شو تخصصك؟ اسمي ليان، علمي. الامتحان كان يعني نص نص، شوي صعب وبنفس الوقت سهل. يعني كان في أسئلة مباشرة قانون وطبق على طول، بنفس الوقت في أسئلة كتير بدها تركات، وكمان الامتحان بده وقت كتير، يعني الوقت ما بكفي، كان بده كمان وقت لأنه جد طويل. صعب، طويل، الوقت ما بكفي. الأسئلة ما كانت واضحة؟ لا، كان في أسئلة واضحة بس في أسئلة كمان مش واضحة. احكي لنا عن طبيعة الأسئلة، كيف كانت؟ من سهل المتوسط يعني، بس زنخة يعني، فيها بدها وقت. نفس الإشي الامتحان، يعني بما إنه فيزياء فدائما بكون بده قدرات عليا للحل، فالامتحان صراحة كسهولة لا بالمرة، نحكي من متوسط للصعب أحسن. يعني سهل أو متوسط بس كتير كتير طويل، والمادة نفسها كتير طويلة. يعني أنا بحس بشكل عام أصلا بدها فصلين مش فصل واحد، وبرضه مش مادة بتزبط مع دوائر، يعني بدها مقالي هيك. نعم، كان في صعوبة الأسئلة، كان في صعوبة بس في برضه أسئلة مباشرة يعني بتجيب العلامات. الوقت كان كافي ولا لا؟ كافي وزيادة صراحة، بس هي الأسئلة كتير طويلة يعني.